السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله يا شيخنا حبيبي وفيك في الدارين. وفيك تفضل. في البخاري الحديث رقم 5765 شرح الحديث عندما فكر الرسول صلى الله عليه وسلم السحر الذي كان قد عمل له من عبيد بن أعصم. قال أهل الشراح كلمة الحل والنشرة. هل ما معنى هذه الحل والنشرة؟ حل الحل حل السحر والنشرة حل السحر أيضا تنشر. لا في وردت بعض النصوص في تجويز النشرة وهي حل السحر، لكن هي نوعان: حل السحر بسحر وهذا محرم، حل السحر بالرقية والدعاء حلال. نعم نعم. وعليه يحمل الوارد أن تنشرت أي رقيت نفسك بالكتاب والسنة والدعاء، أما النشرة حل السحر بالسحر لا يجوز. نعم نعم شيخنا. سؤال آخر يا شيخنا اتفضل.